Good evening شباب بريب 2، ده الفاينل ريفيجن لمارش ايفالويشن لمراجعة شهر مارس على يونت 7 و 8 على الفوكابلوري والجرامر بتاعهم. احنا هناخد اهم الاسئلة اللي جات في الورك بوك والستودنت بوك، ودي مهمة جدا عشان الموجهين بيجيبوا منها الامتحانات، وهناخد كمان الريفيجن بتاع كتاب بيت باي بيت وكتاب جيم والمعاصر. هنبدأ الاول بالفوكابلوري او الكلمات. هتلاقونا ماشيين بالترتيب بتاع اليونت 7 الاول بعدين يونت 8. تمام، بيقول لي سافنج هاز لوتس اوف فات اند شوجر، دي اسم اكله فيها لوتس اند فات اند شوجر، اتس اند اتس فيري سويت. هنحط خط تحت فات وشوجر ونقول فات وشوجر، طالما في شوجر يبقى الاكله سويت، سويت مسكره. نمبر 2 فلافل is really، نكمل بقية السنتنس بيقولي and it's very popular، طالما popular محبوبة يبقى هي أكلة delicious delicious. number 3 what's your favorite space fruit، هنقول juicy fruit، juicy يعني الفاكهة اللي فيها عصارة، what's your favorite juicy fruit. number 4 the water in the sea، حطينا خط تحت water in the sea، مية البحر بتبقى salty salty ملحة. number 5 space products like milk and cheese، ايه المنتجات اللي بيبقى فيها ميلك وتشيز، وhelp us to have strong bones، وبيبقى بتخلي عندنا عظم قوي، هي ال dairy products. dairy dairy مش diary، dairy da dairy products. number 6 meat fish and eggs all have، الفيش الفيش والميت والايجز اي منتجات حيوانيه بيبقى فيها بروتين، have protein in them. number 7 human البني آدم have 210 pounds، عندهم 210 pounds in their bodies in their bodies. هنكمل a person who speak a lot of language، اللي بيتكلم أكتر من اللغة ده multilingual، multilingual يعني عنده أكتر من لغة. 28 بيقول لي space are like planes، ايه من دول اللي شبه الطيارات but they don't have wings، ما عندهمش wings، الهليكوبتر، الهليكوبتر هي الطيارة الصغيرة اللي ما فيهاش wings. 27 the road is not big enough، طالما الشارع مش عريض كفاية او مش كبير كفاية يبقى only motorbike، motorbike الموتوسيكلات بس اللي تقدر go down تعدي فيه. 28 بيقولي do you think that it will be easier to from Arabic to English، من العربي للإنجليش هعمل translate، translate وجبنا to بعدها infinitive translate، ما ينفعش أقول translation عشان كده عملنا circle على to يجي بعدها infinitive. 29 مونا always wear، مونا بتلبس ايه عشان في آخر sentence بيقولي listen to music، حطينا خط تحت listen to music يبقى بتلبس headphones، headphones سماعات. 30 do you think that، تفتكر we will space a car، car ده اختراع عربية، يبقى هناخد invite، invite وعشان will يجي بعديها الانفينتيف يبقى invite مش invention. 31 there is a on a phone، اللي بننزله على الموبايل عشان يقولنا الweather الطقس في البلد بتاعتنا، app app اللي هي اختصار application. 32 I asked my aunt to، لسه علينها فوق French internet article into Arabic، هتترجم لي يبقى to translate، to translate to بعديها الانفينيتيف. طيب بيقول لي my sister is addicted to، addicted to يعني مدمنة للسويتس، عرفناها من to بيجي معاها addicted to مدمنة للسويتس، she always wants to eat them، دايما عايزة تاكل حلويات. 34 that new hotel locks space، نكمل السنتنس هي اللي هتخليني حل، بيقولي don't like، انا ما حبيتش النيو هوتل، يبقى النيو هوتل horrible، horrible فظيع. 35 we space things when we put them in our mouth، بالماوث حطينا خط تحت الماوث بنعمل بي اي taste، taste بنتذوق بيه. 36 we call food، بنقول على الاكل اللي made from milk، لسه قايلينها اللي اي منتجات الالبان بنقول dairy، dairy products، dairy products. 37 the tourists look the road south by a، كمل بقيه السنتنس بيقول لي they wanted to go north، هم كانوا عايزين يروحوا الشمال يبقى خدوا طريق الجنوب by mistake، by mistake بالغلط. 38 our friends send us
some photos on social media. On social media. 39 if you don't the lesson هتيجي كتير دي عشان دي جملة work book. You should tell the teacher. لو ما فهمتش الدرس قول للتيتشر يبقى don't understand. 40 you shouldn't in the sea if is it very cold. لما البحر يبقى cold shouldn't swim. Shouldn't swim. ما تعومش في البحر والمية cold. 41 do you that the weather تفتكر الweather بكره هيبقى hotter in the future هيبقى بعدين الجو حر في المستقبل do يجي بعديها الانفينيتيف يبقى do you predict بتتنبا 42 it was cloudy this morning الجو كان cloudy but the clouds soon بعد كده الكلاود حصل لها ايه اول ما الصن كام disappeared اختفت يبقى لما الشمس طلعت الكلاودز disappeared 43 I asked my teacher for help احنا لسه قايلينها ورا انا سالت التيشر على help لاني couldn't understand the new lesson couldn't understand ما قدرتش افهم الليسن 44 you shouldn't space outside too long if is it very hot in the desert ما تقعدش ما تقيمش يعني stay shouldn't stay 45 many people are allergic many people are allergic ناس كتير عندها حساسيه to nuts للمكسرات allergic to nuts طيب 46 بيقول لي ايه من دول example for fast food ايه من دول example للاكل السريع البيتزا بيتزا example for fast food 47 when I had a big lunch لما باكل اكله تقيله او كبيره I felt full يعني شبعان full 48 you need to beat eggs eggs بياخد verb piece يعني يخفق او يضرب البيت to make omelette عشان اعمله omelette 49 ايه من دول is a vegetable خضروات very healthy spinach اللي هي السبانخ ده vegetable number 50 Tokyo is the biggest city in Japan Tokyo اصلا عاصمة الجابان اليابان 51 isn't a dairy product خلي بالك من isn't احنا دايما يقولنا dairy products فناخد الميلك والتشيز والبتر هنا isn't مش من منتجات الالبان الرايس الرايس هنا isn't a dairy product طيب هنبدا بقى في الجرامر خلصنا يبقى كل اللي فات ده كان الفوكابولري بتاع يونت 7 و 8 من السبجكت بوك والورك بوك هنبدا في الجرامر برضو من السبجكت والورك بوك الاول كان عندنا يونت 7 بتتكلم عن اف لو في البريدكت بجيب اف بريزنت سيمبل مضارع بسيط والناحيه الثانيه ويل انفينيتيف واف لو في الادفايس في النصيحه بتبقى اف وبريزنت سيمبل وشود ويل انفينيتيف هنبدا اهو بيونت 7 اف اي وجاب لي الناحيه الثانيه ويل سبند يبقى ناقص بريزنت سيمبل مع اي يبقى جو اف اي جو والناحيه الثانيه ويل انفينيتيف نمبر 2 when زي if when بتساوي if يعني اذا او لو when هدى visits هو اللي جايب لي present simple هنا اللي هو visits يبقى عايز الناحية تانية will by will infinitive نمبر 3 حسن want اللي هي will not يعني هو جايب will يبقى ناقص present simple مع he تبقى is حسن will not use the internet to buy food when he is older نمبر 4 منى space online for new phones when جايب when في النص وبعديها gets present simple يبقى عايز will infinitive يبقى will lock number 5 جايب if والناحية التانية will not I want يبقى ناقص ال present simple مع I يبقى I buy يبقى if I buy يبقى تاني جايب لي if وال present simple يبقى عايز will infinitive جايب لي if و will infinitive يبقى عايز present simple مضارع بسيط على حسب ال subject لو I و be و they و you عايز infinitive لو he و she و it عايز verb plus s يعني number 6 if you see جايب لي present simple يبقى الناحية التانية اوكي خلي بالك ده advice نصيحة لو انت شفت people being horrible online حد شكله فظيع او مرعب على النت you shot shuttle your parents هنا نصيحة فجبنا if و present simple الناحية الثانية should will infinitive number 7 when you go to the bed لما تروح للسرير برضو دي نصيحة you should turn off your phone turn your phone off يبقى جايب لي when و present simple الناحية الثانية should will infinitive number 8 you should هو اللي جاب should هنا you should tell your parents or teacher if you عايز ال present simple feel if you feel worried about something هنكمل برضو معانا when تاني وجايب الناحية التانية should يبقى ناقص ال present simple مع you تبقى play في الانفينيتيف
When you play online games, you should check that you can't buy anything. Number 10 جايب F والpresent simple. If you see يبقى ناقص هناك. بقول لك نصيحة احنا لسه واخدينها. If you see people being horrible online. لو حد شكله مش مريح على النت. You should tell your parents. Number 11 جايب في النص F وبعدها present simple. If they are in Cairo. لو هم في القاهرة. The tourist should visit. Number 12 جايب if you meet if will present symbol لو انت قابلت الاذر بيبول you should stand one point five meter from them. ده من تعليمات الكورونا دلوقتي انك تاخد مسافة متر ونص بعيد عنهم. Number 13 when you go to the bed لسه قايلينها you should turn your phone off. Number 14 جايب if في النص وقبلها should you should tell a parent or teacher if you feel present simple يبقى if في النص قبلها should بعدها present simple مع you feel. Number 15 خلي بالك if في النص وبعدها travel in England present simple يبقى الناحية التانية will infinitive يبقى will it be cold هتبقى برد if I travel to England. Number 16 خلاص دخلنا في grammar unit 2 بتاع الكميات والأعداد اللي هي unit 8 اللي هي تاني واحدة في منهج شهر مارس كانت بتتكلم عن لو بعد ال space كمية singular بتاخد is أو was أو أي حاجة singular لو plural أعداد فيها is plural بتاخد are أو were تمام ولو كمية singular بتاخد much لو كتير و less لو قليل أو little تمام ولو عدد بياخد many وfew لو قليل. يعني عندنا number 1 has سموسة اللي هي سمبوسة got sugar انا حطيت خط تحت sugar وقلت sugar دي كمية يبقى عندي هنا question بسأل يبقى any بتيجي في question والnegative وsome بتيجي في sentence العادية اللي اخرها في الستوب وما فيهاش not. number 17 there are people ده جمع انا كاتبه فوقيها people جمع يبقى تاخد يا مني يا فيو عندي مين عندي فيو. number 18 my brother sometimes eat grapes حطينا خط تحت grapes وقلنا ده عدد يبقى يا مني يا فيو الاعداد يا مني يا فيو يا a lot of بس ما ينديش a lot of هنا a lot ما تنفعش يبقى اخدنا a few. number 19 you like ده كان في اخر unit 8 لما بعزم على حد باكل لازم اقول له would you like a little salt on your chips would you like. number 20 ليلى likes milk حطينا داش تحت milk ده كمية يا little يا much يا a lot of ما عنديش منهم غير a little. 21 you like some لسه بنقول لما عزم على حد بحاجة يبقى اقول له would you like وسم هنا جات لان ده مش سؤال ده عرض وطلب احنا قايلين ان اني بتيجي في السؤال لاخره علامه استفهام اما صم هنا عشان would you like مش صيغه سؤال would you like طريقه عرض would you like some more pudding قال له no thank you. يلا نكمل my grandmother spent time حطينا خط تحت time وقلنا time ده كميه يبقى يا much يا little يا a lot of. طيب جايب لي little و a lot of بس بيقول لي cooking in the kitchen she often there all day بتقضي طول اليوم تطبخ يبقى يا ترى هي بتاخد little time ولا a lot of time. 23 I'm not very hungry but I'd like olives نحط تحتها خط ونقول ده عدد يعني بياخد يا many يا a few يا a lot of ما عنديش منهم غير a few. طيب ندخل على الجرامر بتاع يونت 8 التاني اللي كان بيتكلم على الامبيراتيف الامر صيغه الامر بعرفها ان بدايه السنتنس بتبقى سبيس نقط فاضيه ولو امر كويس بجيب الانفينيتيف ولو امر وحش بجيب don't والانفينيتيف. هنا بيقول لي the eggs in the bowl and beat them يبقى حط البيض في البول واضربهم بالفورك بالشوكه يبقى put the eggs. 25 take the omelette and serve يعني قدمه خلاص ده برضو imperative ده أمر. 26 we sometimes eat sausage with tea لسه بنقول في الستوب وما فيش نط في النص يبقى صم بتيجي في الجملة العادية خالص اللي هي آخرها نقطة وما فيهاش نط يعني لا سؤال ولا نفي. 27 you
know how to play an instrument. وبيقول لي ليس I do yes I do. يبقى هنسأل بدو. Do you know, هل تعرف ازاي بتستخدم الآلة او بتعزف على الآلة؟ طيب كده احنا خلصنا أسئلة كتاب المدرسة الورك بوك والستودنت بوك. هناخد أسئلة كتاب بيت باي بيت, ودي ميزتها إنها ماشية بترتيب اليونت, يعني واخدة لسن لسن عليه 5 vocabulary و 5 grammar. فلما الدنيا كويس جدا مش هتحتاجوا بعدها حاجة. Number one, the children and their dad went out to explore the mountain. Explore the mountain, يكتشفوا الجبل. Number two, the scientist made a new machine, عمل ماشين آلة, that was able to travel in time. انتو كان عندكم السفر للوقت عن طريق آلة الزمن, travel in time. Number three, when I use the computer for long time, I have headache. لو استخدمت الكمبيوتر لوقت طويل هيجيلي headache, صداع. Number four, the boy's space opens the door. الدور الباب عشان افتحه يبقى bold. Bald and went inside the room. Bald, زقوا الباب أو سحبوه عشان يدخلوا الأوضة. Number five, allow people to talk each other. اللي بيخلينا نكلم بعض على الإنترنت اسمها social media. Social media. Number six, you should ask for help. قلناها كتير وقلنا مهمة وهتيجي عشان جملة workbook. You don't understand the lesson. لو ما فهمتش اللسن اسأل التيتشر عن help. بدأنا في الجرامر if, والناحية تانية will infinitive, يبقى عايز present simple if I feel. If I feel bored tonight, I will read an English book. Number 8, دي هو اللي جايب لي is ال present simple, وهو اللي جايب لي should. يبقى ناقص يا if يا وإن عندي if منهم. If dad is tired, he should have 8 hours of sleep. Number 9, you shouldn't watch television. جايب لي shouldn't, جايب if ناقص ال present simple مع you are. If you are free. Number 10, جايب if والناحية التانية should, يبقى ناقص ال present simple, يبقى if you have exams. If you have exams, you should start to revise for them. الليسون التاني في unit 7 كان بيتكلم عن باقي اليونت في الفوكابلوري, وهناخد الجرامر بتاعها. بيقولي playing video games, هي اسمها video games على بعضها online. Number 2, I went to the market, رحت الماركت to get some sugar because the sugar we had wasn't enough. هروح اشتري اكيد عشان الشجر wasn't enough, مش كافي. Number 3, yesterday we heard of, سمعنا ان my uncle who lived in United States. طيب number 4, I am studying here and you can only play outside. هذاكر هنا, اطلع العب outside برا. Number 5, I always use my mobile to check social media. دي كانت من الكلمات اللي عليكم, check social media, يعني افحص السوشيال ميديا بتاعتك. طيب هناخد بقى الجرامر اللي بيقول I am too tired to cook. انا مش قادر اطبخ, انا تعبان. يبقى why don't we, ليه لا order, هنطلب اكل من برا, order food online. Number 7, حسين spend much time video games. تاخد watching video games, المشاهدة الفيديو games أو الفيديو online. Number 8, mom really feel tired, ماما حاسة بالتعب, so she should get enough sleep. Sleep تاخد get أو have, عندنا هنا get. Number 9, we started an interesting lesson about the danger of the internet. Dangers يعني مخاطر الانترنت. Number 10, the mobile I got is broken. موبايلي كسر. I'd like to change. حابب اغيره for a new one, بواحد جديد. هنكمل, احنا لسه في unit 7. I lost my space yesterday, I couldn't listen. طالما فيها listen واحنا خدناها في اسئلة الورك بوك, هسمع بايه؟ بالهيدفون. هيدفون. Number 2, برضو أخدناها في الورك بوك. Your city is usually crowded with big cars. المدينة بتاعتك مليانة زحمة بالعربيات. Why don't you, ليه ما تشتريش motorbike موتوسيكل. We asked our English teacher, سألنا الإنجليش teacher to some words into Arabic. فيها into, يبقى translate into يترجم. الموبايل ده اختراع, يبقى useful invention يعني اختراع. Number 5, Osama always spend much money, ينفق فلوس, spend much money on clothes. Number 6, we are saving money, كمل كده, عشان buy, نشتري new house, يبقى بنوفر فلوس عشان نشتري بيت جديد soon, قريب. Number 7,
I will live in the same town when. يلا بدأنا في الجرامر، جايب لي when والناحية التانية will، يبقى عايز present simple، يبقى I get. When I get. Number 8 بيقول لي when what، بيقول لي what you do when، جايب when في النص وبعدها present simple، يبقى عايز الناحية التانية will، يبقى what will you do when you leave school. Number 9 the weather tomorrow the future، the future tomorrow هتحتها خط، ده بيعبر عن زمن المستقبل، يبقى will be warm and sunny. Number 10 if you، وجايب الناحية التانية will والinfinitive، يبقى عايزة present simple don't. If you don't finish your homework your teacher will be angry. هنبدأ في unit 8، هنمشي بالترتيب الأول vocabulary وبعدين الجرامر. أنهي food اللي contains fat، اللي بيحتوي على الدهون، هو الفاست فود. الفاست فود contains fat. After I had a big lunch، قلناها برضو في أسئلة الورك بوك، لما باكل أكلة تقيلة I have full of، هبقى مليان بالenergy، energy طاقة، full of energy. ايه من دول ال made of bread، مصنوع من البريد والتوميتو والتشيز والفيجيتابل، هي البيتزا، البيتزا المعمولة من البريد والتوميتو والتشيز. Number 4 mom got some space fruits، لسه قايلينها juicy fruits، اللي هي الفاكهة اللي فيها عصارة. Number 5 الاسباجيتي type of pasta، سباجيتي type of pasta، نوع من أنواع المكرونة. Number 6 I don't eat rice because I'm allergic to، allergic يجي معها حرف الجر to، وممكن هو اللي يجيب لي to يبقى عايز allergic، زي addict to برضو. There is space، بدأنا في الجرامر، chicken نحط تحتها خط ونقول دي singular، singular يبقى عايز يا was يا is. الله، طب ما انا عندي was و is بس في any، انا حط خط تحت any يبقى عايز negative، يبقى isn't، يبقى اخترنا isn't عشان chicken singular مفرد، وعشان any تاخد النegative النفي. فاطمة بوت، number 8 فاطمة بوت الشوكليت، تحط خط تحت الشوكليت وتقول ده مش بيتعد، يبقى عايزة يا much يا little يا a lot of، ما عنديش غير a lot of اللي تنفع. Number 9 add salt، هنحط خط تحت salt وقول برضو ان salt يا much يا a little يا a lot of، طب عندي much و a little، نكمل المعنى، بيقولي but not too much، يبقى عايزة little salt، كمية قليلة مش كتير، عشان هو في آخر السنتنس بيقولي مش كتير. Number 10 she didn't cook، didn't، خلي بالك في الآخر في الاسطبة أنا حتى تحتها خط، بس ما ينفعش أجري واختار some لأن عندي didn't النيجاتيف، يبقى هنقول any made، any made، فأخدنا any عشان النيجاتيف. Lesson 2 في unit 8 نبدأ بالفوكابلوري اللي بيقول all of us like، حطينا خط تحت like، طالما بنحب البيتزا يبقى طعمها delicious، delicious لذيذ. هنرجع ونقول الملك والبطر من الدري برودكتس، منتجات الألبان. Number 3 to have strong A، اشرب ملك، عشان يبقى عندك ايه تشرب ملك، يبقى عندي bones، strong bones. Number 4 قلناها ان الميت والإج والبينز واي حاجة فيها حاجات حيوانية يبقى بروتين، بروتين فيها بروتين. Number 5 I like to eat 3 eggs every morning، هاكل البيت fresh، fresh eggs. Number 6 it's a space for my kids، بالنسبة لأطفالي ان هم يلعبوا في الشارع، هم دايما بيلعبوا في الحديقة، يبقى unusual بالنسبة لأطفالي، unusual على غير العادة انهم يلعبوا في الشارع، لان هم دايما، نحط خط تحت always play عكسها يبقى unusual. Number 7 when the omelette is ready، اول ما الاومليت يجهز take it، take it ده imperative امر، خدوا للفراينج بان. Number 8 برضو imperative امر put the olives on the top of the pizza، عشان I like، الله طب ما في put و don't put، أخذنا put ليه، نكمل بقية السنتنس بيقولي أنا بحب الأوليفز الزيتون جدا، يبقى put حط لي زيتون على البيتزا. Number 9 chop vegetables، chop يعني قطع الفيجيتابلز لسمول بيسز، يبقى الامبيريتيف في بداية الجملة يا verb infinitive من غير أي إضافات، يا don't will infinitive لو حاجة مش عايزك تعملها. Number 10 the eggs into the frying pan، بيقولي it's not ready، استنى دي مش جاهزة، يبقى don't pour، don't pour ما تحطش. آخر lesson في unit 8 بيقولي you should get enough space عشان يبقى عندك healthy، تحافظ على صحتك، يبقى sleep، enough sleep. Number 2 the man was really، نكمل بقية السنتنس، had no food، ما كلش طول اليوم، يبقى كان hungry، really hungry. Number 3
السويت ايه اللي شكلها زي الريد بوتيتو، بطاطس حمراء ومن جوه يلو طعمها سويت، ده هو حللها في السنتنس، بيقول لي شبه البوتيتو وسويت تبقى سويت بوتيتو، سويت بوتيتو. نمبر 4، مام اولويز اد ماتش يلو بيبر، بيبر اللي هو الفلفل، للفود تو ميك. طيب نمبر 5، الجابانيز اوف رايس فيجيتابل اند فيش ريلي هيلز دايت، الجابانيز دايت النظام الاكل الصحي في اليابان بيكون من رايس وفيجيتابل، ده هيلسي صحي. بيبل نمبر 6، بيبل يوجوالي ايت بتوين ميلز، اللي بناكله ما بين الوجبات اسمه سناكس، سناكس اوكي الوجبات الخفيفه. نمبر 7، عمر وود لايك تو سليب، عايز ينام او ياخد ريست لان عمر تايرد، تايرد اكيد تعبان فعايز سليب. نمبر 8، مهمه جدا، وي كان ديبند on، depend بيجي معاها حرف الجر on، نعتمد على علي، علي clever شاطر. نمبر 9، السيلور البحار live on an island، اضطر يعيش على الجزيرة لما الشاب السفينة بتاعته arrived. نمبر 10، بيقول لي when is salad، salad السلطة تاخد making. يبقى كده احنا اخدنا unit 7 و 8 الكلمات والجرامر بتاعهم من الورك بوك والستودنت بوك ومن كتاب بيت باي بيت، وكده كفاية جدا جدا على امتحان بعد بكره.